السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ثم الأطفال والغلمان في تجويد القرآن من النظم الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم السائرين الصالحين في الدارين آمين المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمانه والجمزور الحمد لله مصليا على محمد واله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الاطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أحكام النون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخ بين، فالأول الإظهار قبل أحروفي، للحلق ست رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها كسمان كسم يضغم فيه بغنة بين معولما. إلا إذا كان بكلمة فَلَا تضغم كدنيا ثم صنوان تالا وثاني إدغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررنه وثالث الإغلاب عند الباء مِمَنْ بغنه مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفضيل من الحور في واجب للفضيل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صِفْذَا ذا سانا كم جاد شخص قد ساما دم طيبا زد في طوقا ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كل حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آليف لينة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغام وإظهار فقط والأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفية للقراء والثاني ادغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها الشفية واحذر لا دواب وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فعرفي حكم لام الْوَلَامِ الفعل لِلَامِئَ الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهاروها فلتعرف قبل أربع مع عشرة خد علمه من بغي حجك وخفع ماه ثانيه ما إذ في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طيب ثم صل الرحمن تاخذ عم دع سوء ظن زر شريفا ولا واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرنا لما فعل مطلقا في نحو كل نعم وكلنا والتقى في المثلين في المثلين والمتجانسين fil misaini wal mutaqaribaini fil misaini wal mutaqaribain wal mutajanisaini fil misaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini in fi sifati wal makharij tafaqqa harfani fal nisani fihi wa iya kuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون صفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وَفَهَمَنْهُ بالمثل. أقسام المد والمد أصلي وفرعي له والسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على. سبب هَمْزٍ او سكون مسجله حروفه ثلاثه فعيها من نظي وين وحيا في نوحيها واللين منها اليا وواو والقصر قبل الجا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل الف يلتزم واللين منها الجا وواو سكينا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل ومثل داء عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل و وإيمانا خدا ولازم إن السكون إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه الأربعة تفصل فإن بكلمة سكون نجتمع مع حرف مد فهو كلمي واقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغما واللازم الحرفي أول الثور وجوده في ثمانين حصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين وطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا أوليف وذاك أيضا في فواتح الصور في لظ حي طاهر قد حصر وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قاد حاصر ويجمع الفواكه الأربع عشر صلح صحيرا من قطع كذا اشتهر الخاتمة وتم ذا بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدل ذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته